اكيد محمد صلاح واحد من اهم النجوم اللي احنا قلنا قبل ما نروح نشوف الفيديوهات ازاي بيأثر في جمهور ليفربول وازاي علم مصر بيتم رفعه في الملاعب الاوروبيه وجمهور الانجليز. جمهور ليفربول صعب جدا على فكره لما بتعلق بحد بالشكل ده، اعتقد ان بيكون في علاقه حب ما بينه وبين اللاعب. ولسه مكملين مع صلاح، وكانت التويته الاشهر في الاسبوع الحالي ليه علاقه بمحمد صلاح ان ولد صغير اسمه اوسكار في مدرسه، ولد صغيره تظهر امام حضراتكم التويته، ونشرح لحضراتكم القصه بتاعه التويته دي وازاي الولد كتب لمحمد صلاح، وان مامته هي اللي دخلت وكتبت على تويتر وعملت منشن لمحمد صلاح، ومحمد صلاح رد عليها. اوسكار هو ولد صغير في مدرسه، يعني ما كملش 5-6 سنين، بيحب محمد صلاح جدا. اتطلب منه في المدرسه ان هو يكتب جمله بتنتهي بحرف ان جي، فوالدته كتبت او مامته كتبت على تويتر، اخذت الصوره اللي اوسكار كتبها في كتاب المدرسه او رسمه اللي رسمها وكتب الجمله، فقالت ان اوسكار عمل الواجب بتاعه بطريقه مختلفه تماما في المره دي، ان هو اختار لي ان يكتب كلمه بتنتهي بحرف الان جي، وقال بعديها ان هو يعرف كينج اسمه محمد صلاح. فطبعا يعني طبعا كلمه كينج هي فيها الان جي وذا ايجيبشن كينج، اللي احنا عارفين ان دي الاغنيه يعني او دي النشيد الرسمي دلوقتي لمحمد صلاح لجمهور ليفربول لما بيجي في اي مباراه بيتكلم عليها. دي قدام حضراتكم الولد مع طبعا مج محمد صلاح او كوبايه فيها محمد صلاح، فواضح ان في علاقه حب شديده جدا وكبيره ما بين الولد ومحمد صلاح. وده الهوم ورك او ده الواجب اللي الولد عمله قدام حضراتكم، كتب فيه بالظبط ان مو صلاح رانينج داون ذا وينج، دي فيها في الاخر فيها ان جي، واحنا قلنا ان الواجب بيطلب منه يكون فيه حرف الان جي في الاخر. بعديها كتب ذا ايجيبشن كينج فيها ان جي، فجملتين كتب فيهم لمحمد صلاح. بعديها بعد ما محمد صلاح شاف التويته من والدته كتب لأوسكار سي يو سون او اراك قريبا. واكيد محمد صلاح ليه او على علاقه طيبه جدا بكل الاطفال الصغيرين، شفناه في اكثر من موقف في المباراه الاخيره او مباراه توتنهام اللي راح للطفل اللي كان موجود في المدرجات واداله التيشيرت بتاعه، ايضا الطفل او الولد اللي كان موجود في اسوان